ركز معايا بقى. تمام، من شويه كده واحنا بنتكلم في اول الحلقه قلنا ايه؟ النادي الاهلي طلع كان عنده حق. النادي الاهلي اتكلم كتير قبل بطوله الامم الافريقيه وطالب اتحاد الكره ان هو يراعي فتره القيد الافريقي والمواعيد القانونيه اللي لازم الانديه المصريه تأيد فيها لاعبتها في القائمه الافريقيه الخاصه بالبطولات الافريقيه المختلفه، سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه الافريقيه. دلوقتي النادي الاهلي بيطلب بايه؟ بيطلب ثلاث طلبات عاجله من النادي الاهلي لاتحاد الكره. القرار او الطلب الاول بالتحديد قال ايه؟ فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمه الرئيسيه للنادي الاهلي وبالتالي قيدها في القائمه الاساسيه في الاتحاد الافريقي وفقا للوائح المنظمه للمشاركه في بطوله افريقيا للانديه الابطال 2019 2020. يعني الطلب الاول ايه؟ افتح لي دلوقتي الباب، عايز ايد اللعيبه طبقا للوائح الخاصه بالاتحاد الافريقي عشان الحق ايدهم افريقيا، لان لازم زي ما شرحت لحضراتكم ان احنا نايدهم محليا الاول. اي نادي يعني هيشارك في اي بطوله في البطولات الافريقيه يبقى ايه؟ حتى افتح باب القيد حتى يتسنى لنا قيد اللاعبين محليا ومن ثم قيدهم افريقيا طبقا للوائح الكاف. ده القرار الاول او الطلب الاول اللي طلبه النادي الاهلي من اتحاد الكره. الطلب الثاني موافقتنا بخطاب رسمي تسجيل اسم النادي الاهلي ضمن الانديه المصريه المؤهله للمشاركه في البطوله الافريقيه المذكوره. يعني يقول لنا بشكل رسمي كده ان احنا هنشارك خلاص في بطوله دوري ابطال افريقيا، يعني عشان الامور تبقى واضحه ومحسومه. دايما بيبقى فيه خطابات رسميه هي اللي بيتعامل بيها النادي الاهلي، ده امور معتاده او دي امور معتاده على مدار تاريخ النادي الاهلي. الطلب الثالث ايه؟ اعتبار الامر هام وعاجل للغايه، حيث ان اخر موعد لتسجيل القائمه الاساسيه ينتهي امتى؟ بنهايه اليوم 10/7/2019. يعني انت عشان ما تتعرضش لغرامات لازم النهارده وانا بتكلم مع حضراتكم كده النهارده الاربع يوم 10/7 تأيد القائمه بتاعتك وتوديها ليه او تحدد القائمه بتاعتك وتوديها للاتحاد الافريقي. فانت لازم الموضوع ده عاجل، ده طلب النادي الاهلي الثالث والاخير لاتحاد الكره. الموضوع ده عاجل ولازم تاخده باهميه، لازم تاخده باهميه، لان في امور قبل كده انت ما خدتهاش باهميه وكبرت دماغك ووصلنا للازمه اللي احنا فيها دلوقتي. فالطلب الاخير ان انت تاخد الموضوع ده بشكل مهم للغايه، لان النهارده اخر يوم للقيد الافريقي بدون غرامات. ده اللي بيتكلم فيه النادي الاهلي وده اللي ارسله النادي الاهلي النهارده او طلبات النادي الاهلي ليه او من الاتحاد المصري لكره القدم. واحنا كنا اتكلمنا في بدايه الحلقه في هذه الجزئيه بالتحديد. مش هنشوف في الساعات القليله القادمه ايه اللي هيحصل، واي جديد اكيد هنوافي حضراتكم بيه على طول.